لو كنت كملتي اللي انت بدأته لكنش بنتك وصلت لكده. انت ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه. افتحي الباب وشوفي. دوري على حاجة. انت جبت الصورة دي منين؟ انا حاسة ان انا شفت الصورة دي قبل كده. No way. مفيش منها غير واحدة معايا انا بس. طب خلي بالك بقى على نفسك من الصورة دي. والله يا تيتا احنا كويسين قوي. ده حتى النهارده اول يوم في الجامعه وكان حلو قوي اليوم. حلو بس يا تيتا، ده في شراره نورت في الكليه كلها. هي بتقول ايه؟ طمنيني عليك. ما بتقولش حاجه يا تيتا، ما انت عارفه ان هي غلسه. ايه ده؟ الله، في فرح في الدار، معقوله؟ بقول لك يا حبيبتي انا هرجع اكلمك تاني. باي. صوري واحده، معقوله؟ مش مصدقه. شوفي الله، ايه الحلاوه دي؟ ايوه كده، خلي الدار تحلو. من ساعه ما جينا واحنا حاسين باكتئاب. ازيك؟ عامله ايه؟ انا هناء، كليه اعلام، جايه من المنصوره، ودي منى صاحبتي. انا نيلي، صيدله القاهره من كفر الشيخ. ماشي، ازيك؟ اهلا بيكي. ما تيجي نرقص معايا؟ تيجي يلا. فاكرين نفسكوا في كبر ايه؟ لا، عارفين قوانين الدار كويس قوي، بس ما فيهاش حاجه، احنا في الاوضه لوحدنا، واحنا اسفين جدا لو كان الصوت عالي هنبقى نوطيه. اللي عايزه تسمع بتتنقل تحط سماعات في ودنها. الصوت عالي وفي زمايلكوا في الاوضه التانيه مش عارفين يذاكروا، مفيش احساس. طب ليه طيب الغلط يا انسه شيرين؟ وبعدين لو في بنت من البنات كانت اشتكت كانت هتيجي تقول لنا، احنا دكاتره يعني، حضرتك ما ينفعش تكلمينا كده. دكاتره؟ بس انتي لسه ما تخرجتيش، ويا عالم هتكملي ولا لا. طب ليه كده طيب يا انسه شيرين؟ ده احنا متغربين علشان نوصل لحلمنا، وان شاء الله هنوصل. يبقى تحترموا نفسكم وتعرفوا انكم في دار محترمه مش في كباريه. وبعدين يا هناء، انتي ومنى ايه اللي جايبكم في الاوضه دي؟ احنا نتعرف على بعض، مش زملاء في مكان واحد ولا ايه؟ لا، يبقوا اتعرفوا على بعض بره الدار وانتوا قاعدين على القهوه. يلا كل واحده على اوضتها. نعم، احنا في سجن واحنا مش عارفين. على فكره بقى، احنا هنشتكيكي لمدام فريده عشان ما ينفعش تتكلمي معانا بالاسلوب ده. اللي مش عاجبها تمشي من هنا. الف حد يتمنى الامل اللي انتوا فيها. تعالي.
خير يا بنتي؟ مالك بتعيطي ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحمن الرحيم، مروان الحقني يا مروان يا ابني. في ايه يابا؟ في ايه مالك؟ الحق بسرعة يا مروان، ادي الاسعاف، في بنتي محروقة، بنتي الاسعاف. محروقة؟ فين المحروقة دي؟ والله العظيم كان في بنت هنا محروقة وانا كنت واقف معاها. طب اهدى اهدى يا عم، هي اكيد مشيت وهتيجي بكره. يا ابني انت فاكرني مجنون؟ يا عمي مش مجنون ولا حاجه، تعالى بس تعالى. طب والله العظيم كان في واحده واقفه يا اهوت، انت عارفه شعرها كده واضحه، انت الوشها كله محروق. انت بس زودتها يا عم حبتين. انا هروح اغسل البلطو بتاعي عشان على الصبح هيكون نشف. ايه ده هتغسليه دلوقتي؟ سقطته خالص. لو عايزه تغسلي حاجه تعالي معايا. لا لا انا عايزه انام، اما حاجه بس وانت راجعه ما تفتحيش النور. ها خلي في دم. بسم الله. ايه اتخضيتي؟ انا فعلا اتخضيت. لا يا حبيبتي ما تتخضيش. مدام فريده، انا كنت بس عايزه اشتكي لك من انسه شيرين واللي بتعمله معايا. معلش خلي بالك من نفسك. الحمام بتاعنا حلو دلوقتي، ما عندها حمام في اوضتها. بتعملي ايه انتي؟ انتي ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، افتحي الباب وشوفي. شوف كده الأسئلة دي الصبح. روح يا مدام، لازم أسافر، مراتي تعبانة وابني هنا لسه بيدور على أكل عيش، وهي هناك لوحدها. مين هيراعي الجنينة؟ ولا مين هيجيب طلبات الدار؟ ما هو مش معقولة كده يا عم ريحان إنك تفاجئني في يوم وليلة وتقول عايز أسافر. هو ريحان جه شرح لي موقفه وانا قررت ان هو يسافر يروح يطمن على مراته. نعم بصفتك ايه ان شاء الله تقرر ولا ما تقررش؟ اسمحي لي يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حقي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك، الناس دي غور، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. هش هش كده يا خالتي، خدك خوى. يا مدام صدقيني ابني زيي بالظبط، ومعاها كمان ابن عمه، هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الولية هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان، وريهم شغل الجنينة وعرفهم على أم شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عد عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك أبدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. أنا اللي قلت له سافر الأول ماشي؟ عم ريحان يلا شوف هتسافر على الساعة كام كده. تاخد فلوس تاني؟ لا 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 الحق المدام اضمن افضل برضه.
هش هش هش، فاكراني فرخة فرخة، أنا جعت. سماح سماح، انتي نايمة كده ليه؟ يعني اللي الله يخرب بيت الحبوب اللي انتي بتاخديها بتنيمك زي الأسيلة زي. يا سماح، وانا في كلية صيدلة يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغة اللي انتي كنتي عاملاها امبارح دي؟ بس انتي مش عارفة انا شفت ايه امبارح يا نالي. شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجه عشان رايحه اغسل البلطه بتاعي؟ اه، خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعه في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاها حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتصنت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجه. فجأة لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجأة اختفت. اختفت؟ ايه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، انت بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نيل، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية وماراهاش حاجة غيرنا. أنا فعلاً يعني اللي ابتديت أقلق من المكان ده. وبعدين أنتي مش ملاحظة حاجة؟ مفيش غيري أنا وأنتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانة بنات، أنت شفتي حد؟ صدقي عندك حق، أنا كمان بفكر أمشي، بس يعني أنا هلاقي فين مكان أرخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر، وفيلا وجنينة ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جت هالقرف. انا عندي محاضرات واتأخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. يا استاذ، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم مين؟ والله يا ابني ما عارف، انا على اعرف.
نلي 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 نلي. في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا صباح؟ في حاجات هنا غريبة في الأوضة بتحصل. في ايه اللي بيحصل؟ كان في شبح بنت بنت هنا على السقف، واللمبة اللمبة كانت عمالة تنور والله كانت هتحرقني. يا بنتي ما هو اللمبة شغالة اهي ومفيش شبح ومفيش حاجة أصلا يا سماح. وانتي كان عندك مشرحة امبارح. قصدك ايه؟ قصدي ان دي تهيؤات. تهيؤات يا ماما. انا اللي غلطانة، انا كان زماني واخدة المنوم بتاعي ونايمة سمعتش كلامك. بقولك يا سماح نبي روحي نامي بقى كده علشان انا عندي محاضرات الصبح. كنتش نيلي ولا اي حد من بنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده اديكي شايفه الاسماء شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. مفيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني؟ ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ من حاجه. لا يا شيخ دي اكيد واحده كانت تعبانه وخدت مسكن وارتاحت. مسكن انت مخلفه؟ لا وانت ما سمعتيش صوت الصرخه؟ ما هو ده اللي هيجنني، انا سامعه كل حاجه بس مش لاقي حاجه. وانت ازاي؟ انا جسمك لابش من الصوت. هتجنن بجد؟ لا لا تعالي بس. تفتكري في حاجه فعلا؟ انت ما سمعتيش صوت الصرخه كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفه. انا جسمك لابش بروح بس عشان ما حدش يسمعني. تعملوا ايه؟ ما فيش. احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط. ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما منك ليها رواتكم فوق. اطلعي يلا اطلعي. فوق امشي بسرعه يلا. حاضر طالعين اهو بسرعه. حاضر يا بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يابا بص يا ابني خلي بالك انت وابن عمك. ها اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال. وانت لو احتجت حاجه اطلبها من الست فريده. اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها، البنت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بناته كده. لا خلي بالكم بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا يلا شوفوا. شكرا. كنت عايزك اوصلك يا رب. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف. كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. اه
هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟ لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجه. خلاص حضرتك انا هجيب ورقه الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزه زرعه صبار في المكتب؟ لا ورقه واحده. وفي كمان عندكم في الاوضه كف مريم، عايزه برضو كل يوم ورقه واحده. كف مريم عشان الرزق؟ ايوه. هو حضرتك هو حضرتك عايزه الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي انا بقوله وانت ساكت. برضه ما فهمتش عايزه الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما تكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريدة، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده، انا مش عارفة اقولك ايه بصراحة. طب عودي اهزي كده هوت وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفة احكيلك ايه، بس يا مدام فريدة اقربها امبارح فضلت تلعب في الكهرباء اللي في اوضتي لحد ما خلت اللمبة ولعت ووقعت على الملاية عندي وكنت هولع، وبتقعد تعمل حركات هبل كده واصوات انا متأكدة انها عايزة تخوفني. لو خايفة على وعدك هنا انا جابلك الفلوس خديها وامشي. انا فعلا همشي بس مش الترم ده، لاني طبعا مش هلحق ادور على سكن. وانا دكتورة وفي كلية طب ودفع السنة كلها، يعني لو ملحقتش ادور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة قاعدة. انا هطلب سوشي، هطلب لك معايا.